السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لكم ازاي توقف لو انت بتشتغل مثلا اي فيديو على بتشغل مثلا وانت شغال مثلا على الفيسبوك، فتلاقي الفيديوهات بتشتغل تلقائيا. فانا ان شاء الله ازاي اقول لكم تقفلوا الموضوع ده، ولما تفتحوا الفيديو يشتغل لوحده. بص اهو، هندوس على الفيسبوك، ثواني اهو، نفتح الفيسبوك اهو، وهندوس على اللي هو الثلاث شرط اللي على اليمين دي كده او على الشمال على حسب انت يعني ايه، العربي ولا انجليش. وبعد كده هندوس على سيتنجز اند برايفسي اللي هي الاعدادات، هنروح دايسين عليها كده هنا اهو، وهننزل سيتنجز اهي، وهننزل تحت خالص 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 لحد ما نلاقي ميديا اند كونتاكت. ميديا اند كونتاكت وندوس عليها اهي. ميديا اند كونتاكت دي يا جماعه، صح نسيت اقول لكم، ميديا اند كونتاكت دي هتلاقي مكتوب عليها الاعلام والاشخاص حاجه زي كده، وندوس عليها اهي اوتو بلاي. ودي اخر حاجه احنا كنا عايزين نوصل لها، اوتو بلاي، اللي هي الفيديوهات اللي بتتفتح كده على طول. اول ما انت تعدي على فيديو تلاقي الفيديو بيشتغل لوحده. هنروح دايسين عليها كده. في حاجتين في ثلاث حاجات اهي، on mobile and Wi-Fi connections لو انت عايز تفتحها اذا كنت شغال على الواي فاي، او اذا كنت شغال على الداتا اللي هي الباقه بتاعتك، او لو انت فاتح الواي فاي بس، او لا نيفر اوتو بلاي. نيفر يعني لا، ما تفتحوش خالص. انا لما اكون عايز افتح الفيديو افتحه انا بايدي، ادوس عليه يتفتح لوحده. هو ده يعني الاختيار اللي انت لازم تختاره. بس كده، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا محتاج دعمكم. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.